مساء الخير عليكم مستمعينا الكرام، الحق وقت لاكرونيك تاعكم ان فورير. لاكرونيك اللي نجيبوا فيها اخبار سخونين. من قبل ما نقول لكم انا علي من احنا هضر، مينا راح تقول باوي. نبداو بكلاسيكو القاعه تاع البارح. الماتش تاع البارح فكرني في البدره، ما شاء الله عليه قرعه. كيما كنا شفنا الماتش تاع البارح كان صامت على العشيه تاع العيد الكبير، وين شفنا النيفو طاح بزاف، وفكروني في واحد الشامبيونات جايه في واحد البلاد واسمها المانيا الافريقيه. نروح نتكلموا ديريكتوم على لي بولتان والعقوبات اللي راهم لاحقين. ايبا اليوم خرجوا لي بولتان وتلاميذ راهم في خطر، ويعد هذا اليوم اليوم الوطني للطريحه في الجزائر. كاين الناس اللي يديو الطريحه، وكاين عباد يجوزو لي فاكونس، وكاين اللي يحصلوا سيركيولاسيون. كاين اللي يديو الطريحه وكاين يجوزو لي فاكونس مرتاحه. والله يبا خليني نقول بليك البليغه تاع النيلون والسبته واخواتها. خدم من داك. شوف البليغه تاع النيلون والسبته واخواتها عاودوا ولاو اليوم بقوه، وراهم خدامين شويه كويس شويه جامبو شويه يدين. دوكا بعد هذا نروحوا نهضروا على لي بانكا ولا لا بانك اللي تحلقت في بلديه شراقه. ايبا احتراق بنك في شراقه وراح منها كوتي كبير، والناس اللي كانت تما خلوا دراهمكم وديروهم في حم في العيد الكبير. خليني نحكي على خبر الاخر، كاع قالك الخدامين هم المستفيد الاول من لي فاكونس، وراح يتهناهم سركاله ولا سوفرونس. بس على بالنا بلي كلي زيلاف لي زيلاف لي زيلاف اي كاش نقول لك اي دو بورسونتاج كبير من السركاله في الجزائر، دونك كي راح يريحوهم راح نتهناو شويه. هي بوكو بليس الحومات اللي راحين يتنفسوا منهم، بس براتيكمون المسايد عباد يسكنوا ا 2 متر على المسيد، يرفضوا طوموبيل يدوا ولادهم باب المسيد. هادي عباد يخو يسكن ا 50 متر كي يعيط من الدار يسمعوه في المسيد يدوه. يسمع لا صونات على المسيد كي تصوني قدام الدار. قدام الدار لازم دو يديه في طوموبيل. انا حيرني وجامني بيا نهضر مع لي جون اللي يدوا ولادهم مالغري كو جيب لك كاين بزاف على راسهم جيبين نسحقهم. هادو ما هادو عباك وشنو وشنو هما لي جون اللي حابه تهضري معاهم؟ اه راحوا لي راحت لي مال لاكاتيغوري تاع العباد. اه كنت حابه تهضري. نسيت ما انا نسيت ما انا نسيت. انتو اللي كاسيتي هادي يا فوري تاع نهار اليوم نعاودو نتلاقاو بها نهار الاحد ان شاء الله.